أحييكم مشاهدينا أينما كنتم. جولة الصحافة من اليوم، أهلا بكم. سيتعين علينا فتح الأبواب. تركيا لم تتلقى الدعم الضروري من العالم وبخاصة أوروبا. كلمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التي ضجت بها الصحف الصادرة اليوم، ما بين زيف وخداع وابتزاز للنظام التركي بقضية اللاجئين السوريين واستثمار أزمتهم والمتاجرة بهم. بدايتنا من الشرق الأوسط، والتي عنونت أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين السوريين، حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول إلى أوروبا في حال لم تحصل أنقرة على مساعدات دولية كافية ودعم لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا بحسب وصفها. وقال أردوغان أمام أعضاء حزبه في أنقرة: سيتعين علينا فتح الأبواب، مضيفا أن تركيا لم تتلقى الدعم الضروري من العالم وبخاصة أوروبا لتتمكن من تحمل عبء اللاجئين السوريين. وتابع: تركيا لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها. بدورها أكدت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الذي أبرم اتفاقا مع أنقرة في عام 2016 لوقف عبور المهاجرين لأراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية أو الدعم الكبير الذي قدمه التكتل بالفعل. العرب اللندنية وبذات الصدد عنونت: أردوغان يبتز أوروبا، إما المنطقة الآمنة أو استعدوا لموجة مهاجرين. حيث لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين، ما لم تتلقى بلاده دعما دوليا كافيا لخطة ما تسمى بالمنطقة الآمنة بحسب وصفها، التي تنوي فرضها على الحدود في تحد واضح لمختلف المتدخلين في الملف السوري وخاصة الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات أردوغان في وقت تصاعد فيه تركيا من ضغطها على واشنطن لتقديم المزيد من التنازلات بشأن عمق المنطقة الآمنة المقرر إقامتها شمال وشرق سوريا والإشراف عليها، كما تتعرض هي لضغط متزايد في إدلب بشمال غرب البلاد، حيث يتقدم هجوم حكومي مدعوم من روسيا باتجاه الشمال. وفي كلمة ألقاها في أنقرة قال أردوغان إن تركيا عازمة على إقامة ما تسمى بالمنطقة الآمنة شمال شرق البلاد بالتعاون مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر، لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا اقتضى الأمر. القدس العربي أكدت بأن إدلب السورية تتأرجح بين المخاوف التركية والأولويات الروسية، حيث تكشف التصريحات الرسمية الروسية والتركية أولويات كل طرف منهما وملامح تحركاتهما السياسية في الملف السوري، وسط تركيز موسكو على الحسم العسكري وفق نموذج القضم خطوة خطوة من أجل حماية قواعدها وانتشار العسكري غربي البلاد وتأمين الطرق الدولية التي تربط حلب بدمشق واللاذقية، ثم الانتقال إلى ملفات أخرى منها اقتصادية وإنسانية كملف إعادة الإعمار واللاجئين، فيما تنشغل أنقرة بترتيبات ما تسمى بمنطقة آمنة شرقي الفرات والحد من موجات نزوح وشيكة آتية من إدلب باتجاه ولايتها الجنوبية بعد هجمة عسكرية شرسة شنها الحلف الروسي السوري على الأمتار الأخيرة المتبقية للمعارضة السورية شمالا، وهو ما أثار مخاوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الذي هدد بفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين السوريين ما لم يتلقى دعما دوليا كافيا. الشرق الأوسط تطرقت إلى أن الحرس الإيراني يخترق اتصالات سوريا رغم تحفظ روسي، حيث تكثفت الاتصالات بين طهران ودمشق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة العامة للاتصالات الحكومية السورية، وذلك لإطلاق مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا. وجاء ذلك بعد أيام من بدء إجراءات ضد شركة سيرياتيل التي يملك رامي مخلوق
مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد حصة فيها، وسط أنباء عن تحويل قسم من أسهمه إلى صندوق الشهداء من قوات النظام. وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس قد زار طهران في بداية عام 2017 ووقع مذكرات تفاهم، بينها واحدة لتشغيل شركة MCA التي يدعمها الحرس الثوري مشغلا ثالثا للهاتف الجوال، إضافة إلى سيرياتيل وMTN. وحال تدخل موسكو وخلافا على الحصص دون تنفيذ الاتفاق، لكن في بداية العام أعطت دمشق وطهران دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية، حيث وقعت اتفاقات عدة، وجرى الاتفاق على تشغيل إيران مرفأ اللاذقية قرب القاعدة الروسية. والآن إلى الشأن العراقي. عراقيا، أدرجت صحيفة الشرق الأوسط بأن الحشد العراقي لتشكيل قوة جوية بعد الغارات الغامضة، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس أمس عن تشكيل مديرية للقوة الجوية تابعة للهيئة، وذلك بعد ازدياد الغارات المجهولة التي استهدفت مخازن ومواقع تابعة لها، يضعها متابعون في إطار المواجهة الأمريكية الإيرانية. وقال المهندس في وثيقة موقعة باسم استنادا إلى الأمر الديواني المبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء في 8 من الشهر 9 لعام 2014 والصلاحيات المخولة إلينا، نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية، ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديرا للمديرية بالوكالة للتنفيذ. وكان لافتا صدور الأمر بتوقيع نائب رئيس الهيئة وليس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الهيئة صالح الفياض، وهو أمر ربما يعكس أحد جوانب الخلاف داخل الهيئة منذ تناقض التصريحات بين الفياض والمهندس على خلفية قصف مخازن الحشد قبل أسابيع. وكان المهندس قد وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل متوعدا بالرد، بينما انسجم الفياض مع رؤية الحكومة العراقية التي لا تزال تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات. العرب اللندنية قالت على خطى الحرس الثوري الحشد يصدم حكومة بغداد بتشكيل قوة جوية خاصة، حيث تحول إعلان الحشد الشعبي عن تشكيل قوات جوية خاصة بها إلى مصدر للسخرية والتهكم في أوساط المعلقين من الحكومة العراقية التي تعهدت بإبقاء هذه القوة تحت سيطرتها في وقت تسير فيه الميليشيات على خطى الحرس الثوري الإيراني وتتحول إلى قوة غير قادرة على الضبط. وجاء هذا الإعلان في وقت يشهد جدلا كبيرا بشأن مستقبل هذه القوة التي تشكلت بسبب فتوى أصدرها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني عام 2014 للتطوع في صفوف القوات المسلحة بهدف مواجهة زحف تنظيم داعش الإرهابي آنذاك الذي احتل أجزاء واسعة من البلاد. وبالتزامن من أن السيستاني يتجنب استخدام مصطلح الحشد الشعبي الذي ابتكره رئيس الوزراء الأسبق المالكي في وصفه أو في وصف هؤلاء المتطوعين، إلا أن ميليشيات مسلحة موالية لإيران زجت مقاتليها في هذا الكيان وسيطرت عليها. وصدرت وثيقة عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يطلب فيها تشكيل مديرية للقوة الجوية تابعة للحشد يديرها بالوكالة صلاح مهدي حنتوش. والآن إلى الشأن الإيراني. إيرانيا، نقلت الشرق الأوسط عن وزير الدفاع الأمريكي القول بأن واشنطن لا تخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الخميس إن واشنطن ليست لديها حاليا خطة لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان دارياوان التي تأتي في قلب نزاع بين طهران وقوى غربية. وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيراني جهاز الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر
البحر المتوسط إلى الغرب من سوريا، واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة التي كانت تعرف سابقا باسم غرايس وان قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو تموز للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية. وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في الرابع عشر من أغسطس آب بعدما تلقت ضمانات رسمية خطية من إيران بأن الناقلة لن تفرغ شحنتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا. وقال إسبير للصحفيين في لندن ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة: نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر. أما صحيفة الحياة فقالت بأن إيران تكثف ضغوطها على أوروبا وتلوح بخطوة استثنائية لتقليص التزاماتها النووية، حيث كثفت إيران ضغوطها على أوروبا ملوحة بإعلان وشيك عن خفض ثالث في التزامها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إن لم تستطع تصدير النفط. ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع الولايات المتحدة بمنح إيران خطا ائتمانيا قيمته 15 بليون دولار، ما يعادل مستحقاتها النفطية لأربعة أشهر. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن هذا الخط سيمنح في مقابل عودة إيران إلى التزام الاتفاق النووي وضمان أمن الخليج وفتح مفاوضات معمقة حول الأمن الإقليمي ومرحلة ما بعد العام 2025 لدى انتهاء العمل ببنود واردة في الاتفاق. والآن إلى الشأن العالمي. عالميا قالت القدس العربي بأن حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان، حيث كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء يوم الخميس عن أسماء حكومته التي اعتمدها نهائيا مجلس السيادة. وتتألف أول حكومة بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل نيسان الماضي من 18 وزيرا، في حين أعلن حمدوك عن تأجيل تسمية وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية. ومن أبرز الأسماء التي أعلنها حمدوك تعيين أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية، وكذا تعيين الفريق جمال عمر وزيرا للدفاع والفريق شرطة الطريفي إدريس وزيرا للداخلية. الشرق الأوسط وبذات الصدد عنونت حمدوك يعلن حكومة من 20 وزيرا بينهم 4 نساء، حيث أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان تشكيلة الحكومة الجديدة أمس من 20 حقيبة بينها 4 للنساء، هن أسماء محمد عبد الله لوزارة الخارجية وولاء البوشي للشباب والرياضة وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية. كما وتولى الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والاقتصاد. ومن أبرز الأسماء أيضا مدني عباس مدني لوزارة التجارة والصناعة، وعمر بشير مانيس لوزارة مجلس الوزراء، وفيصل محمد صالح لوزارة الثقافة والإعلام، ومحمد عبد السلام لوزارة العدل، والفريق ركن جمال عمر للدفاع والفريق شرطة إدريس الطريفي للداخلية. وقال حمدوك إن هناك وزارتين ما زالت المشاورات جارية حولهما، وهما الثروة الحيوانية والبنى التحتية. والآن إلى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من آراء للكتاب. الكاتب عبد الوهاب بدر خان يقول: محاربة الإرهاب ينبغي ألا تعرض الملايين من المدنيين للخطر، معتبرا أن الوضع في إدلب يتطلب حلا سياسيا في المقام الأول. لنتابع.
ليس كبيرا الاختلاف في اللغة بين المبعوثين الأمميين الحالي والسابق إلى سوريا، فكلاهما ملزم بحكم ما يمثل اعتبار الحكومة السورية، أي النظام بالمصطلح الأدق والأكثر واقعية، ركيزة المهمة التي انتدب لها والعملية السياسية الجادة التي يفترض أن تؤكد جدوى الأمم المتحدة ونجاحها في وظيفتها الدولية. لطالما وصفت لغة ستيفان دي مستورا بأنها جوفاء أو سطحية وخشبية، ولطالما عبر وبعض من فريقه عن مجاملة مكشوفة للنظام على رغم الأهوال التي ارتكبها بعلمهم وكانوا يتجاهلونها خشية ألا يتعاون معهم. ومع أنه لم يكن متعاونا حقا بل مضللا ومتحايلا في الجانب السياسي الذي يعنيهم، ولا متعاونا في الجانب الإنساني والحقوق إنساني الذي يعني الهيئات التابعة للمنظمة الدولية، فإن تقاريرهم دابت على تجهيله كطرف أو كفاعل تنبغي إدانته أو لومه على أقل تقدير، تحديدا لأنه دولة معترف بشرعيتها دوليا، ما كرس مفهوم أن الدولة والحكومة والشرعية يمكن أن تقدم على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن تعاملها الأمم المتحدة باعتبارها غير مسؤولة ومؤهلة للإفلات من المحاسبة والعقاب. في قراءة للإحاطة الأخيرة للمبعوث جير بيدرسون وهو يقارب إنهاء عام على توليه مهمته، كان واضحا أن هناك إصرارا وتوسعا في التجهيل وإغراقا للمعلومات في العموميات، حتى أنه يكاد يبدو محتقرا ذكاء من يصغي إليه، ولا سيما السوريين، مع أن الرجل مشهود له بالحصافة والرزانة أكثر من سلفه. فعلى سبيل المثال استهل تقريره بعرض سريع ومقتضب للوضع في شمال غرب سوريا والحملة العسكرية التي تشنها القوات الموالية للحكومة في إدلب. قال بيدرسون أن محاربة الإرهاب ينبغي ألا تعرض ملايين المدنيين للخطر، معتبرا أن الوضع في إدلب يتطلب حلا سياسيا في المقام الأول. في النهاية يعترف المبعوث الأممي بأنه لا يستطيع شيئاً إذا لم تتحمل الأطراف الدولية مسؤوليتها، لكن أي مسؤولية يمكن توقعها فيما يتنافس اللاعبون على الخريطة السورية. تواجه تركيا اختباراً أشد وأصعب مع كل يوم يمر عليها في إدلب، لكن لا أحد يمكنه القول إن المشاكل هناك كانت خافية على أحد. هذا ما قاله الكاتب يشار ياكش. لنتابع. تواجه تركيا اختبارا أشد وأصعب من كل يوم يمر عليها في إدلب، لكن لا أحد يمكنه القول إن المشاكل هناك كانت خافية على أحد. في العام الماضي قررت سوريا شن هجوم عسكري لطرد مسلحين متمترسين في إدلب، حين طلبت تركيا من روسيا حث الرئيس بشار الأسد على تأجيل الهجوم لمنع تدفق اللاجئين إلى الحدود التركية. وأبرم اتفاق في سوتشي في سبتمبر الماضي لتأجيل الهجوم السوري ليتسنى لتركيا إقناع ولو مجموعات من المسلحين بتسليم أسلحتهم. ورغم وجود مساع حقيقية فشلت تركيا في تحقيق ذلك، ونجح فصيل هيئة تحرير الشام المرتبط بتنظيم القاعدة في انتزاع السيطرة على مساحات من الأراضي، الأمر الذي دفع سوريا إلى شن هجومها في أبريل الماضي بإسناد جوي من روسيا. امتعاض روسيا من العجز التركي عن الوفاء بوعدها عبر عنه مسؤولوها من الرئيس فلاديمير بوتين إلى المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا. وبدا أن تركيا تتجاهل هذه النبرة المهذبة من الروس، وهي في الواقع تذكير واضح لا لبس فيه. وبما أن السلطات التركية اشتكت من هجوم خان شيخون، فلا وأنها قد ظنت أو على الأقل كانت تأمل أن يكون تأجيل هجوم إدلب العام الماضي سيكون إلى ما لا نهاية. والأرجح أن هذا التقدير الخاطئ مصدره تفاؤل لا مبرر. وأشار المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام مباحثات استغرقت ساعة ونصف بين الرئيسين التركي والروسي إلى أن كل من الطرفين يحتفظ بموقعه، وأنهما لا يزالان على خلافهما بشأن الموقف من إدلب. بعض الخلافات اختار الطرفان إخفاءها الآن على الأقل إلى حين عقد قمة أستانا الثلاثية للضامنين بشأن سوريا في 16 من سبتمبر المقبل في تركيا. وبما أن إيران لا تزال داعما قويا للنظام السوري، فإن تركيا قد تتعرض خلال القمة لضغوط أقوى من جانب روسيا وإيران. في الوقت نفسه تدق الساعة بلا رحمة في إدلب، فيوم الأربعاء الماضي شنت سوريا غارة جوية على منطقة قريبة من نقطة مراقبة تركية تسببت في تحطيم جدرانها. إلى
إلى أخبارنا المنوعة والطريفة. خرجت العشرات من السلاحف البحرية المعرضة للانقراض من البيض على شاطئ شهير في الأكوادور في بلدة سيم الساحلية، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى في هذه المنطقة. لنشاهد. على غير المتوقع خرجت العشرات من السلاحف البحرية المعرضة للانقراض من البيض على شاطئ شهير في الإكوادور في بلدة سيم الساحلية هذا الأسبوع، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى في هذه المنطقة. وقال مسؤول بيئي إن نحو 11,000 سلحفاة ولدت في إقليم أزميرالدس الذي تقع بلدة سيم في نطاقه، لكن انتقال السلاحف إلى بيئة جديدة للتكاثر تظهر أن البشر يحدثون خللا في بيئات الفقس التقليدية. جويل كاسانوفا مدير الإدارة البيئية في بلدية أتاكامس: إنه أمر غير عادي لأن شاطئ سيم لم تسجل به حالات فقس للسلاحف. نتفهم أن هذا الأمر يمكن أن يحدث بسبب كميات الإضاءة ووجود بنية تحتية ملائمة في الشواطئ التي تشهد حالات الفقس. وأضاف كاسانوفا أن شاطئ سيم الذي يتميز بإضاءة خافتة والمحاطة بمنازل مخصصة لقضاء العطلات كان مناسبا بشكل أكبر لسلاحف لجأة ريدلي الزيتونية أو أوليف ريدلي كي تتخذ أعشاشها فوقه. وأوصى كاسانوفا بأن لا يتدخل البشر في عملية فقس بيض هذه السلاحف، وتم فرض عقوبات على أولئك الذين يجري ضبطهم متلبسين بالاستيلاء على السلاحف. وسلاحف لجأة ريدلي الزيتونية من بين أصغر 7 فصائل من السلاحف البحرية في العالم، وعادة ما تضع بيضها على سواحل أمريكا الوسطى والإكوادور وبيرو. وبعد مرور 25 عاما من ولادتها عادت هذه السلاحف إلى الشاطئ الذي ولدت به كي تضع بيضها. وتحفر إناث السلاحف من هذا النوع قليلا في الشاطئ وتضع أكثر من 100 بيضة والتي تفقس معا أثناء الليل بعد مرور 50 يوما. وسلاحف لجأة ريدلي الزيتونية التي توجد في الأمريكتين وآسيا مدرجة على قوائم الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة بموجب القانون. والآن إلى فقرة الكاريكاتير. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.